سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. الله اكبر تعال تطول هنا وها طلعت صح والله هذه ونحن على غمرة الاحتفالات بعيد الثورة عيد الجزائريين سطلنا برنامجا خاصا يليق بهذه المناسبة الوطنية العظيمة ولعل على رأس هذه المحطات في هذا البرنامج هو تخصيص يوم لإعادة دفن رفات الشهداء وما أدرك من الشهداء. اليوم ونحن على مشارف سنة 2022 لا زال الجزائريون يحصون شهدائهم ونحن نتابع هذه العملية عن كثب فقد أحصينا ما يتجاوز 1000 من شهدائنا أعدنا وخصصنا لهم هذا اليوم لإعادة دفنهم على المستوى الوطني.